أطلق عملاق الكوميديا الراحل عبد الحسين عبد الرضا صافرة مدوية في وجه بعض رؤساء الأندية في الخليج بمسرحيته عطاير. ويسعدني أن أرأس نادي السطور، وأعاهدكم أنني سوف أقوم بدعمكم بكل ما أملك من مال ووقت لرفع مستوى النادي لأعلى درجة بإذن الله. يعيش إبراهيم بلنتية. يعيش. وكشف أبو عدنان الجانب السلبي لثقافة بعض الرؤساء في اختيار اللاعبين والتعاقد معهم. أي كارلوس، تحس إن ريال بيقول كارلوس ولا جول؟ أي بيبيتو، بيبيتو، بيبي 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 تو ولا جول؟ توتي 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 تي ولا جول؟ مبارك ولا طايح هناك؟ سالم ولا موش؟ لا يبا توتي بيبي كوكي يسوي شغل. وسلط هرم الكوميديا الضوء على الأسطوانة المشروخة التي يرددها بعض المسؤولين والرؤساء المقتحمين للمجال الرياضي بحثا عن الشهرة. أنا أبوي بلنتي، إبراهيم بلنتي. أمي تسلل. تسلل؟ أي أنا ترى جديد بالرياضة. أنا شغلتي مو رياضة، بس أنا حبا بالرياضة رشحت نفسي. وكعادته المعهودة طرح عبد الحسين عبد الرضا قضية جريئة وملفا حساسا في تعامل بعض الرؤساء مع الحكام. رزق جايك لحلتك يا بعد شبدي يبا ريان، انا جاي افتح لك واللي تامر غير الموازين تكفى. لا والله والله راسك، يعني تبي ترشيني حضرتك؟ مو رشوه، اعتبرها هديه من اخو لحق اخوه. خلنا نركز مباراه، ترى بطردك وبحطك مع الجماهير. تطردني انا رئيس نادي؟ هاي رئيس نادي وكذي. يا من صدق يطردني ولا ينتهي. وفي المشهد الأخير قدم صانع السعادة درساً خالداً للرؤساء الهاربين من مسؤولية الإخفاق والمتزاحمين على الكاميرات وقت الإنجاز. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأخوة، إن الاستعمار والإمبريالية والصهيونية تحاول عرقلة مسيرة الرياضية، لذا قررت أن أتنحى عن رئاسة النادي إلى أبد الآبدين. وشكراً. المدرب يبغى الخراب كله مني، الإدارة رشيشة، الإدارة مني خربوطة يا ولد الحلال. عمي كل رؤساء الأندية يسوون كذي، يفجون المدرب ويبون غيره وانتهى الموضوع. يبغى مو حكي، أنا غلط وحمل الغلطة على الكابتن أو المدرب. ما يصير ما يصير، هذا حرام. الرياضة عشق الشعوب وواجهة البلدان، لا يصح إقصاء أهلها عن إدارتها. إخواني الرياضة فن، الرياضة حضارة، الرياضة جندية، الرياضة واجهة البلد، ويجب على اللي يديرون الرياضة أبناء الملاعب المخضرمين اللي لهم باع طويل بالملاعب، المعتزلين اللي قضبوهم الباب، هم اللي يشرفون على الرياضة وبدعم وتشجيع من أصحاب المناصب.